السلام عليكم. رسالة للمتزوجات اللواتي أمهاتهن يتدخلن في أسرار بيوتهن. اسمعوا الأم أو أول شيء للإميات، الأم اللي بتتدخل في أسرار بنتها المتزوجة تحت باب حرصا عليها، حفاظا عليها، لنصيحتها، هذا أمر لا يحل لك ولا يجوز لا تربويا ولا اجتماعيا. تتدخل في أسرار بنتك حجة إنك بدك تديري بالك عليها وتعرفي تفاصيل حياتها اليومية، أمر في غاية الخطورة والإزعاج والضنك، وصراحة أنت مؤذية فلا يحل لك ذلك. ثم رضوخ البنات المتزوجات لأمهاتهن من هذا النوع أمر في غاية الخطورة، لأن رضوخك على أمك لأمك وتجاوب على أسرار بيتك هذا ليس صحيحا، تربويا خطأ، وليس من البر، مش من البر أنك تحكي لأمك عن كل تفاصيل بيتك، وليس من حقك، لأنه هاي أسرار بيتك، المسؤول عنها زوجك والمسؤول عنها أنت. وين إذا غاب عنه حفظته؟ وين حفظته؟ ما بجوز الأميات ما تتدخلوا في أسرار بناتكم. والبنات المتزوجات الفاضلات الأخوات لا تجيبي أمك عن هذه الأسئلة، ليس من حقها وليس من البر، حافظوا على أسرار بيوتكم. ثم بتلوموا ليش أولادكم بنقلوا حكي، ثم بتلوموا ليش أولادكم بنقلوا خارج البيت. كيف يتعلم الأولاد الأسرار؟ إن تدخلت الجدة بهذه الطريقة السيئة واستجابت الأم لهذا السلوك الخاطئ. حافظوا على أسرار بيوتكم، واعرفوا البر، واعرفوا التربية. حفظ الله بيوتكم.